انا اسمي هيثم ابو عقرب، انا جزء من صور لي دوت كوم، بشتغل وان مان كرو، بصور وبمنتج وبخرج. القصة المصورة بتاعت صلاح وزمايله وهم بيلبسوا التيشيرت كان فيها كلام كتير على ان صلاح هيشارك ولا مش هيشارك. انا كنت بصور التمرين عادي، وبعدين فجأة لقيت فتحي وشناوي وتريزيجيه بيساعدوا صلاح ان هو يقلع التيشيرت عشان ينزل معاهم التمرين يتمرن. بصراحة ما كانش عندي وجهة نظر معينة عايز اقولها من الصورة دي، بس هو كان مشهد بيحصل قدامي، وانا واحد من المصريين اللي كلهم كنا عايزين نطمن على صلاح. هي بس تم تفسيرها بشكل غلط، يعني هو كان بيتماثل للشفاء، وهي كانت لحظة حتى لو لاحظنا على وشوشهم كلهم هم كلهم كانوا بيضحكوا وبيهزروا معاه. صورة كوبر وهو قاعد لوحده بيفكر دي اخدتها له صباح التمرين الرئيسي اللي كان قبل ماتش أورجواي. فجأة اخد جنب لوحده، وكان الورق اللي معاه ده هو فيه التشكيل اللي هو التقسيمة بتاعت الملعب. من الحاجات الظريفة ان انا طبعت الصورة ورحت حطيتها في فريم واديتها له، هو انبسط بيها جدا. صورة فتحي حزين، دي كانت بعد ما رجعنا جروزني تاني بعد مباراة روسيا. هو فعلا فتحي يعني من بعد المباراة، وهو كان حزين جدا ومنعزل في المعسكر، ويمكن انا اتفاجئت من رد الفعل اللي حصل عليها وانبسط جدا، قال انا مبسوط جدا ان الناس فاهمة ومقدرة. صورة ظل صلاح دي كانت اول ما وصلنا لجروزني، كنت بصور فيديو للتمرينة، وبعدين لقيت صلاح ومدربه واخدين جنب كده، وابهرني الشادو بصراحة انه كان عمال يعمل تكوينات بصرية مختلفة. دي من أكتر الصور لقلبي، إن هي كان فيها تحدي في التكوين. يمكن أكتر صورة صورتها وفيها قصة بس ما كانتش بتبان في الصورة قوي هي الصورة دي، محمد صلاح وسط التشكيل الأساسي كله بتاع فرقة روسيا، هو لوحده وتقريباً 9 لعيبة والحكم حواليه. إحساس ما يتوصفش إنك تبقى واحد من المرافقين للمنتخب بتسجل لحظات مهمة زي دي في تاريخ مصر.